قدم روحي محمد السياح لمدرب المنتخب الوطني النمساوي لأقل من 19 سنة. قبلها كانت تجربة كلاعب في الأصناف الصغرى في ترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي. بحكم الإصابة ما خلتنيش نواصل، قطعت مدة ما يقارب عامين. بعد جاتني الفرصة باش نطلع للنمسا نقرأ. جينيراسيون 78 لسعد الدريدي 77 هو أكبر مني بعام. في الإسبيرونس كانت العياري أنيس، مش متاع الستاتونيزيان، أنيس آخر، نعيم بربط، محمد جديدي، هذوما الجينيراسيون. كانت حتى الجونيور بي، وبعد عديت مدة قصيرة يمكن 6 أشهر مع الستاتونيزيان، وبحكم الإصابة ما خلتنيش نواصل. وجات وقت الفكرة، الفامي شجعتني باش نخرج نكمل القراية لبرا، ومكتب المكتوب طلعت النمسا دراسة. ومن بعدها بعام رجعت لي حكاية الكورة، ما حبيتش أسلم فيها، قعدت عايشة في قلبي. مشيت ليكيب في القسم الرابع ريجيونال، طلع من القسم الثالث اس اس كابلاو فايس وقتها، ولكن كان ما كانش الروند موت بحكم الإصابة، كانت تعاود وترجع، فهمت نفس المشاكل قعدت. لكن ثبت بيا الديريكتور تكنيك نتاع الكلوب هذايا، وعرض عليا باش نعاونهم كيما نقولوا نساعدهم كأدجوان للولاد الصغار غاديكا كمدرب. بديت الخطوات، بديت نطلع معاهم بشويه بشويه. بدينا بمرحله الشبان، وبعد صار تكوين نتاع مدرب على قنطره صحيحه كيما نقولوا، فهمت. والحمد لله اليوم وصلت عندي لويفا ابرو تبع الاتحاد الاوروبي، هي اللي ساعدتني. وبحكم انا عندي حظ اللي في المدينه وقتها في سالزبورغ كنا نلعب كونتر ليكيب المهيمنة على البطولة النمساوية ريد بول سالزبورغ، وعملنا مع ضدهم نتائج باهية، ومن لي كاتيجوري نتاعي انا خذاو 3 جوارات وقتها مكونهم، انا قعدت نخدم انا وياهم عامين. بديت الويفا ا، وجيت خذيت لي نوت الاولاني في النمسا. عندنا 6 مراحل، في 6 مراحل جيت في 4 مراحل الاولاني، فهمت. خليت كيما نقولوا الفكره تكون مطروحه، والمدير الفني جديد اللي جاء بيتر شوتل خدمت معاه قبل. اول مدرب خدمت معاه وهذا اللي شجعني، اللي اعطاني موتيفاسيون اكثر باش نكمل، جوفاني ترابوتوني وقتها في سالزبورغ. اول عام تحولت من اس اس كا بلاو فايز الاف سي ريد بول سالزبورغ، كان من حسن حظي اللي جوفاني ترابوتوني هو المدرب نتاع الفريق الاول. امتياز، ممتاز جدا، شخصيه نفتخر بها، وشخصيه عاونتني كثير ونفتخر بها. ولليوم كي نسمع الصحافه النمساويه تقول لي انا كنت التلميذ المفضل عنده ولا المحبوب عنده، تخليني نفتخر. وفما شبه مقارنه، هو بصراحه كيما نقولوا ليجند في عالم التدريب، فهمت، واحد يطمح له. لكن الحمد لله من حسن حظي اللي انا كنت قريب منه. بصراحة في النمسا ما عشتش عنصرية، فهمت، حسوا فيا معناها كموهبة. آخر مرة معناها في شهر مارس تم تكريمي كأحسن موهبة كروية في النمسا، وكقدوة للأجانب معناها اللي تجي البلاد هذيا مرحب بها وتنجم تنجح. الغياب التونسي في نوع ما
مشكل ماخذينه هما يعرفوا لي المشكل العقليه نتاع اللاعب التونسي صعيبه شوي باش ينجح. يقول لك اللاعب التونسي مدلل في بطوله غير هاويه، ماناش بطوله محترفه في تونس وماناش بطوله هاويه، جينا بين البنين واللي جوار مدللين، فهمت معناك؟ كي تسمع اخر مره نقرا في انترفيو ارسن فينجا قال يلزم التوانسه يعرفوا وين هما. بصراحه يلزم نحطوا ساقينا نراجعوا نفوسنا وين نحنا وين العالم. فما جوارات جربت حظها، أنيس البوسعايدي عدى عامين في اف سي ريد بول سالزبورغ، عام عداه تيتولير، عدى موسم استثنائي، العام الثاني صارت له صعوبات. أنيس مجدي تراوي صارت مشاكل، تغير المدرب صعبت عليه الامور. لونترونور اللي جاب مجدي في قبل ما يوصل مجدي للنمسا ويكون مسجل باش يلعب، خرج لونترونور، جا اونترونور اخر جاب جوار معاه بيفو يعرفه. مستقر في النمسا بحكم البعد، خلى ان بارير بيني وبين تونس اللي نحاول تو نعرض نرجع لها لبلادي واصلي، ويجي نهار نعاون بلادي باللي نقدر عليه، فهمت؟ وديما الدم يبقى تونسي، حتى عائلتي اصلي هنا. علاش ما نعرفش بصراحه، ما عنديش حتى فكره شنو هي يعني، لكن الاعلام النمساوي والالماني بصفه عامه ماخذ حقي معاه. انا ما طرقت حتى باب بصراحه، يمكن تقصير مني، لكن عندي اصحابي كما انيس بوسعايدي لاسعد دريدي هما اللي ورايا، معناها اجا لتونس حاول نخدموا مع بعضنا، خاطر هما دي جون عندهم زاده دي كاليتي، فهمت؟ الرافي الاسعد معناها ان بروفيل نتاع ان شاء الله ان جرون ترونور في تونس يعمل كارير كبيره، انيس كيكا، فهمت؟ لكن بصراحه لا انا دقيت البيبان ولا كانت اتصالات، ما فما حد شيء جاء من تونس. عندي صديق تعرفت عليه وقت غاديك مدير تنفيذي الكره القطريه في اوروبا، الشيخ طلال الكعبي، قال لي رافيك مدرب في قطر، قلت له ان شاء الله، فهمت معناه؟ مازال مش وقته، بحكم انا زاد عندي عقد يلزمني نكمله. لا خايب التمل بالنسبه لي بصراحه، خاطر اول مقابله ضد انجلترا هو ثاني نهار في ستاج مع ليكيب ناسيونال، كنا نتفرجوا مع بعضنا، معناها في عملنا ميتينغ، وبعد الميتينغ قلت لهم العباد الكل تهبط للصال ونتفرجوا، فهمت؟ وكان خايبه امل خاصه ال 35 دقيقه الاولانيه، معناها كما نقولوا بصراحه حشم بالروندمون هذاك، فهمت؟ وكان ومن بعد ما نقولش تحسن دوزيام ميتون، ما لكن لاحظت اللي فما نيجاتيف كما نقولوا، راي نيجاتيف صار على الكره التونسيه وخساره، ما استغليناش كاس العالم كما يلزم. انا قريت معناها خبر هكاك على اونترينر ايران، اونترينر نتصوروا ان بروفيل يصلح الكره التونسيه، كان اونترينر اجنبي دي زونترينر توانسه موجودين، يلزم تعطيهم الفرصه ويلزم تساندهم زاد، مش كيما نقولوا ترميه وتخليه هكاك وتطلب منه باش يجيب ريزلتا باش لعبات تسكت، هذايا كيما نقولوا ماهوش ترافاي لون تيرم، معناها يلزم حاجات تكون دراسه وتكون تكون الاداره الفنيه كوراجو في اختيارات، ويلزم توفر الامكانيات والسوتيان مورال زاد. عندنا برشا كفاءات نقولها ونعاودها 1000 مره، تونس ولاده ارض خير،
يلزمنا نكونوا بوزيتيف مع رواحنا مع لونتوراج نتاعنا ونجموا نوصلوا. فما دي كاليتي في تونس، فما دي جوار، فما دي جوار تحب معناها تشجعهم باش يجيو لتونس يختاروا بلاد والديهم. ما تنجمش تجي عمره 21 ولا 19 ولا 18 ولا 20 سنه وتقول له تعرض عليه ليكيب ناسيونال، بالك ما عندوش حتى فكره. فما جوارات معناها عندها 5 سنين ما جاتش لتونس مع والديها، كان تجي عمرها 12-13 سنه، يلزم ابارتير من 13-14 تعيط لهم الجوارات هذوكم، تحببهم في بلادهم، فهم تعرف بتونس، تخلي لهم معناها حاجات تربطهم ببلادهم. نهار اخر كي تطلبهم ينجموا يجيوك تقام حضري. اما مش تجي كي الكريم المرابطي ما نعرفش قداش مره جا لتونس والعوام الاخرى يمكن ما دخلش لتونس، وفجاه تقول له او كوب دو موند بعد 3 شهور ولا 4 شهور هنا ترشحنا يجا كور معنا، ولا كريم العريبي. لا، جوارات يلزمك تخليهم اتاشي ببلادهم، تجيبهم عمرهم 15 سيزون وتوريهم الحاجات الباهيه في البلاد. تونس فيها برشا حاجات وتنجم الانسان يتعلق بها.